هو يعلم أو لا يعلم. لا حد عليه لأن سورة المبيح قد وجدت وهو النكاح وإن لم يبث وهو قول أبي حنيفة. هذا قول أبي حنيفة. لك أن تنكح أمك حتى بدون شرط. تنكح أمك بشرط أن تقول لها زوجيني نفسك تزوجك نفسها. حتى تكون قبلت هذه السورة المبيح فلك أن تقول